يقوم وفد فرنسي يضم عددا من اعضاء البرلمان بزياره لمعبر رفح البريه بهدف اطلاق مبادره تدعو لضروره الضغط لوقف اطلاق النار في قطاع غزه. واكد الوفد ان المبادره التي اطلقها وفد النواب الفرنسيين بدات في نوفمبر الماضي بعد نحو شهر من العدوان الاسرائيلي على غزه. الرسالة التي نوجهها ليست رسالة شخصية بل هي رسالة جماعية من كل الأحزاب الفرنسية اليمينية واليسارية هي رسالة موحدة سوف نطالب من خلالها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة الرسالة التي نود إيصالها ليست فقط القيام بوقف إطلاق النار نود أيضا أن يشعر الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك أناسا يأتون لدعمهم نحن كفرنسيين وكبرلمانيين ممثلين للشعب الفرنسي نحن ناتي لدعمهم ولكي نسمع صوتهم ولنقول لهم نحن ندعمكم نحن الى جواركم البرلمانيون هنا لكي يعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني يرغبون في دعم الفلسطينيين في ماساتهم، نحن نطلق دعوة للسلام بصفة عامة، لقد قام المواطنون في فرنسا ببعث بعض الرسومات من الاطفال، سنقدمها للهلال الاحمر الفلسطيني والمصري لكي يتم ارسالها للاطفال الفلسطينيين الذين يعانون الان، لقد اتينا لدعم الفلسطينيين لكي نطالب بوقف فوري لاطلاق النار، لكن يجب ان يكون إيقافا دائما السلطات المصريه سهلت قدومنا وستسهل في انتقالنا الى رفح وهذا بالطبع رساله بان الحكومه المصريه تقوم بكافه ما تقوم به من اجل مسانده الفلسطينيين